الجودة تكون زي ما بدك. وفيك طبعا تغير البار اللي هون، فيك تغير الفوق. شخص زي ما حكيت الاكسس لاكثر من 150 تطبيق بصفته اندرويد او من جوجل، يعني كل خدمات جوجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لمشاهدينا من الإلكتروني. اليوم معنا رائد الإبراهيم اللي هو مدير تسويق المنتجات في سوني إريكسون، طبعا بمناسبة إطلاق اللي هو جهاز إكسبيريا بلاي، طبعا بيكون شيء جديد في عالم الجوالات بحيث أنه يجمع الألعاب وخصائص الموبايل لأول مرة ومع براند كبير اللي هو بلاي ستيشن، نعرفه جيدا. فأولا مبروك على اللانش، وعلمنا يعني ممكن تقول للناس اكثر عن الجهاز وليش هو فعلا مميز. تمام، زي ما بنعرف اليوم احنا في المملكه العربيه السعوديه تم اطلاق تليفون اكسبيريا بلاي في السوق في الرياض، وراح يكون في جده في الدمام. طبعا اكسبيريا بلاي يعتبر جهاز مميز من 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 طريقه التقديم الفوائد للعملاء. اول شيء هو اذا بتطلع تليفون از كتليفون، هو عباره عن سمارت فون مزود بتقنيه اندرويد اللي هي 2.3، احدث اصدار لنظام تشغيل اندرويد 2.3 اسمه جينجر بريد، وانا متاكد كل الناس صارت تعرف هلا ايش الاندرويد والاصدارات تاعتها. فمتبلش من اندرويد 2.3 جينجر بريد اللي هو بيعطي للعميل امكانيه الوصول لأكثر من 150 ألف تطبيق مجاني من بخلال Operating System. طبعا كالتليفون كسوني إريكسون حطينا اليوزر انترفيس برضو تصميم من سوني إريكسون، الطريقة السهلة حتى أنت تقدر تتعامل مع 4 inch screen multi touch، طبعا 5 ميجا بيكسل كاميرا. طبعا هذا كان نحكي على التليفون اللي هو ممكن يكون كتليفون. المميز بهذا التليفون انك انت اول ما تفتح السلايدر تبع التليفون بتلاقي عندك البلاي ستيشن كنترولرز، يعني التليفون مصدق من التليفون هو مصدق من بلاي ستيشن. تم تصميم الادوات التحكم الالعاب بإكسبيريا بلاي من قبل فريق بلاي ستيشن 3 اللي فعلا اشتغل بشكل جدي على التصميم، وقدمنا الآن صفة جديدة للتليفونات، وأنا بحكي فعلا هي يعني تطور جديد في عالم التليفونات في مجال جديد، وهو انه يكون عندك جيمز، يكون عندك قابليه لتوحب الجيمز عن طريق البلاي ستيشن كنترولرز، بلاي ستيشن سيرتيفايد فون، بالاضافه الى سمارت فون وذ اندرويد 2.3 جينجر بريد. حلو، طبعا احنا نعرف ان الاندرويد في لها جيمز اصلا مخصصه للاندرويد بشكل عام برا البلاي ستيشن براند، لكن في شيء اسمه البلاي ستيشن سوت، اوكي، اللي هو القدره على تشغيل العاب بلاي ستيشن 1 الاصليه، هذا سمعنا انها راح تشتغل بعدين مزبوط. فمتى يعني تكون بلاي ستيشن سويت موجوده في اكسبيريا بلاي، لكن هلا لسه مش فعاله. طبعا هذا بشكل على وورلد وايد، يعني مش بس بسوق السعوديه او بسوق الشرق الاوسط. هذا إشي كل فريق البلاي ستيشن بلاي عم بيشتغل عليها، وان شاء الله بنهايه الربع الثالث راح يكون موجود الخدمه فعاله، وفعلا اي عميل فيه يحمل الالعاب بلاي ستيشن 1 و 2 3 او اي العاب لبلاي ستيشن، يعني من اللي نقدر نتوقعها في المستقبل يعني انه في السعوديه تكون موجوده. هلا هاي اتس ان اونلاين سيرفيس، يعني اول ما تكون فعاله بالدول العالم راح تكون فعلا فعاله مع اي عميل سعودي او عايش بالسعوديه عنده الاكسبيريا بلاي. ممتاز. طيب يعني التليفونين هم طبعا نزلوا في وقت قريب من بعض. تمام، الاكسبيريا ارك يقولون خلص من الاسواق، الحمد لله. القصه هل طلب زايد بكثير، او هل انتم شحنتوا اعداد قليله؟ والله احنا شحننا اعداد محدده، خلينا نحكي مش قليله، هي ما كانت محدودة. قليله شحننا كميات محدوده طبعا، والحمد لله رب العالمين. اليوم اللي بننطلق فيه اكسبيريا بلاي عم بسمع الصبح انه اكسبيريا ارك از اوت اوف ستوك، صار مباع بشكل كامل. واحده من سياسات الشركه، واكيد يعني
الأحداث في اليابان والأكيد أثرت مش على سون إريكسون على كل شركات الإلكترونيكس في العالم، بس الحمد لله رب العالمين إكسبيريا آرك وإكسبيريا بلاي موجودين في سوق السعودية وفي باقي الأسواق العربية. قد تكون الكميات محدودة لكن الطلب جدا عالي عليهم. أكيد أنت بمجالك بتعرف كيف الريفيوز على إكسبيريا آرك وإيش الكمية الطلب. يعني إحنا هون في بلاي ستيشن وورد الصبح أنا كنت هنا وشفت مبيعات مخيفة صراحة لإكسبيريا آرك، واللي بيجي بيشتري إكسبيريا آرك بيحكي لي أمتى إكسبيريا بلاي، بقول له اليوم بالليل، بقول لي طيب أعطيني إكسبيريا آرك وراح أجي اليوم بالليل إكسبيريا بلاي. وهذا إشي جدا مميز، حتى أجاوب على سؤالك بشكل دقيق إنه تليفونين هم بجوز نزلوا بفترة قريبة من بعض لكن هم تليفونين مختلفين عن بعض. إكسبيريا آرك حتى نذكر مشاهدينا كمان إنه سليم بنحف 8.7 مليمتر، شاشة 4.2 برافيا رياليتي ديسبلاي برافيا انجن، عندك اكس مور ار سنسر اللي فيك تغير فيه، فيك تصور فيه حتى بالضوء الخافت، 8 ميجا بيكسل هاي ديفينيشن، سليم ديزاين وذ تو كولرز. اكسبيريا بلاي اتس ا ديفرنت بروبوزيشن، تقديم اخر للعملاء وهو اللي بيحبوا الالعاب او بلاي ستيشن سيرتيفايد ديفايسز. طيب اللي ينتظرون اول واحد اللي ينتظرون زفيريا ارك، ناس كثير ينتظرون يبغون يقتنون الجهاز، متى تتوقع اننا توصلنا شحنات اضافيه؟ والله ان شاء الله بالفتره القريبه راح في شحنه، انا بعرف شخصيا في شحنه راح تيجي على سوق السعوديه عشان الطلب العالي على التليفون. واكيد راح نكمل التركيز على اكسبيريا بلاي زي ما حكيت لكم، التليفونين يختلفوا عن بعض، كل واحد له مواصفاته وله ميزاته وله عميله الخاص فيه. ممتاز. اللي يختاروا اكيد ما راح يناقضوا بعض. اكيد طبعا. احنا طبعا واحده من الاشياء اللي مبسوطين منها انه الاجهزه الجديده هذه نزلت مع اندرويد 2.3، يعني متابعين مع اخر شيء في السوق. بالعاده كانت مشكله واحده من مشاكل سوني إريكسون سابقا انه التحديث بطيء جدا. أكيد. وقعدنا نستخدم 1.6 لفتره طويله مع صحيح. اجهزه قديمه، فهل هذه السياسه راح تكون من الان فصاعدا انكم نعم. تكونوا مواكبين لل نعم. شكرا على سؤالك، هذا جدا مهم ولكل حدا بيشاهدنا كمان. فعلا 2010 كانت صعبه على سوني إريكسون من حيث السوفت وير ديفلوبمنت لانه كانت اول مره بننزل اصدارات اندرويد. برضو كان في عندنا الفريق اللي اشتغل على اندرويد، لازم اعترف انه تاخرنا بجزء حتى نزلنا 2.1 ابديت ال 2.1، بس الحمد لله هلا ب 2011 سوني إريكسون اول جهاز بنزل على سوق المملكه العربيه السعوديه باخر باحدث اصدار لاندرويد اللي هو 2.3. هلا واحنا بنحكي اذا بتروح على اي مكان على او اي محل الكترونيات ما في ولا اي تليفون 2.3 الا سوني إريكسون. صحيح. طيب يعني الحين مع نجاح اندرويد عالميا بشكل عام ومع تبني سوني إريكسون أجهزة أندرويد وأنها طلعت يعني أشياء مميزة زي البلاي وزي الآرك، هل راح نشوف تركيز أكبر على أندرويد مستقبلا؟ أكيد. هل سوني إريكسون نية أنها ترجع للسيمبيان أو تحول أو تدخل في مثلا نظام تشغيل جديد زي الويندوز فون 7؟ نظام إذا في خطط لنظام تشغيل جديد أكيد راح يتم إعلانها بطريقة رسمية من قبل سوني إريكسون، بس اللي بقدر أحكيه اليوم أنه أكيد التركيز على أندرويد، وأكيد القيمة اللي بنشوفها لعملائنا بالأندرويد، وأكيد راح نغطي كل الشرائح السوق بنظام اندرويد. حلو ممتاز. طيب يعطيك العافيه وما قصرت، شكرا على الايفنت الحلو هذا، وان شاء الله اكيد بنشوفكم في أكيد. احداث مستقبل. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا.